لازم نهني بقى كل طبعا يعني اشقائنا في الاردن على هذا الانجاز التاريخي. تعالوا نتابع مجموعه اكبر من التفاصيل حول هذا الانتصار. معانا على التليفون من الدوحه الاستاذ امجد القيسي الناقد الرياضي الاردني. استاذ امجد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا، ومليون مبروك على هذا التاهل التاريخي، واكيد نحب نسمع تعليقك عليه. اتفضل يا فندم. صباح الخير عليك كريم، صباح الخير عليك نهاوند، تحياتي لكما وتحياتي للسادة المشاهدين متابعين قناة الأهلي اللي احنا بنعتز وبنفتخر فيها جدا جدا. الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين، حلم تحقق بالنسبة لكل أردني، إنجاز غير مسبوق، الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وصلنا لل مربع الكبار، يعني هذا كان املنا وطموحنا قبل البطوله، رغم النكسات اللي في البدايه كانت مع الكابتن لحسن عمود، لان احنا استطعنا من تدارك الامر في البطوله الاسيويه. كلام محترم جدا، ودايما لو حضرتك بتتابعنا استاذ امجد احنا بنحب نحلل شويه الامور، فكره التطوير الملحوظ كمان في الكره الاردنيه زي ما كنا بنتكلم عن التطوير الملحوظ في الكره المغربيه، عايزين نعرف من حضرتك سر ده، هل فعلا في شغل بقاله سنوات قائم علشان نوصل لهذه النتيجه؟ وكمان انا اتوقع بشكل كبير الكره الاردنيه في المستقبل ربما لها تاثير اكبر بكتير، خلينا نتكلم عن النقاط دي مع حضرتك برضو استاذ امجد، اتفضل. والله اذا بدنا نتحدث من ناحيه تطوير واستراتيجيه عمل، احنا كان في عندنا تخبط كبير في السنوات السابقه، احنا بدايه التطوير كانت مع الراحل المصري رحمه الله عليه محمود الجوهري، اللي حقيقه هو اللي زرع فينا التطوير وزرع فينا الاستراتيجيه العاليه وزرع فينا كيف انه نمضي قدما ونفكر في المستقبل، حقيقه نشهد له كل الاردنيين بخطة العمل كانت الواضحة والاستراتيجية العالية اللي أوصلتنا للمركز 37 عالميا. لكن ما بعد ذلك كان هناك تخبط، يعني الأمر ما كان ستيبل بالنسبة لنا، وحتى قبل البطولة يعني وقبل 6 أشهر كان عندنا مشاكل خلينا نحكي في الاتحاد، لكن مع جاية الكابتن لحسين عمودة كان في هناك نظرة على انه بدنا اللاعب الاردني يصير عنده فكر عالي جدا. فما بدنا نظن نفس النتيجة، الطريقة الكلاسيكية، الطريقة المعتادة نلعب دفاع وخلص واحنا نصيبنا مع المنتخب اللي نقابله. لا، يعني احنا الاستعانة بالكابتن لحسان عمودة لتاريخه الطويل جدا، ان كان مع الوداد، ان كان مع في البطولات الافريقية، ان كان حتى في قطر لما درب وحقق بطولات. هو صاحب فكر ونهج هجومي، الان نتحدث فنيا لاعب منتخبنا الوطني اصبح ناضج كرويا الى حد كبير، والجميل بما فعله الكابتن لحسين عموتة اصبح التحضير وبناء الهجمات يبدا من الخلف بكل ثقه والتزام، هذا بكل صدق وامانه لم نعتاد على مشاهدته من قبل، لمساته وبصماته واضحه واثقه ناهيك عن موضوع الاحتفاظ بالكره الى اكبر وقت ممكن. يعني الاستراتيجية اللي بنلعب فيها والنهج المتبع اختلف، وهناك انضباط تكتيكي عالي وواضح من خلال إغلاق الملابس الخلفية في المنتصف بالتحديد في حال فقدان الكرة وتحول اللاعب مباشر في حال الاستخلاص على الأطراف، فبالتالي الاعتماد صارت على سرعة اللاعبين في عملية المرتدات، وحتى في حال قطع الكرة من دفاع الخصم أصبح هناك أن اللاعب الأردني فكر في عملية كيف انك تاخذ الكرة من دفاعات الخصم وتنطلق بها الى المناطق الامنية وتسجيل الاهداف، يعني احراج الدفاع، ونجحنا في تسجيل الاهداف، يعني مثال على ذلك الهدف الاول للمنتخب الوطني الاردني على المنتخب العراقي المهاجم نزل العماد، قطع الكرة من بين 3 مدافعين وطرح كالسهم ووضع الكرة من فوق حارس المرمى، يعني صار عندنا سرعة في مهارات بقت واضحة كمان، صحيح جداً. تمام. طيب استاذ امجد انا عايزه اروح مع حضرتك لنقطه انا وكريم كنا بنتكلم عليها برضو، لو تسمح تعليق حضرتك ايه من وجه برضو او من يعني من خبرتك من باب خبرتك على فكره هنا عدم تالق المنتخبات العربيه في كاس امم افريقيا، ولحد دلوقتي نقدر نقول لا في تحسن كبير جدا في اداء المنتخبات العربيه في كاس امم اسيا، بتشوف ده ليه منطق ولا المنطق غايب هنا زي ما البعض كان بيقول؟
يعني اولا المنتخبات الافريقيه، بدي ارد على هاي النقطه بعدين بدي اروح اتحدث عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الاسيوي. المنتخبات الافريقيه اول شيء صابها غرور بالنسبه للمنتخبات العربيه. المنتخب المغربي وصل للسيمي فاينل كاس العالم، فالكل كان مرجح المنتخب المغربي انه يكون هو حامل لقب هذه النسخه. واحد اثنين، المنتخب المصري هو كان مرشح كالعادة لحمل لقب هذه النسخة. بتاريخه الطويل والكبير 10 مرات وجد في المشهد الختامي، 7 مرات بطل، 5 مرات استضاف البطولة، أرقام كبيرة، 3 مرات حقق، كل المنتخب الوحيد حقق البطولة 3 مرات، فبالتالي الأرقام كلها ساعدت على أن يكون المنتخب المغربي بالتحديد والمنتخب المصري مرشحان فوق العادة. صحيح. خلفهم يجي المنتخب الجزائري، لكن من خلال ما شاهدناه يعني موريتانيا وتونس ما كان تحضيرهم جيد. اللي احنا شفناه للامانه اللاعب المصري بالتحديد ما عنده غير نهائيا على شعار بلد. يعني احنا لما تابعنا المنتخب المصري احنا بالنسبه لنا يعتبر المنتخب الثاني بعد المنتخب الاردني. بنحب نتابعه وبنشجعه. تفاجأنا ان اللاعب بيخسر وبطلع من الملعب عادي الموضوع عنده. وين ايام يعني وائل جمعه وين ايام ابو تريكه زيدان اللي كانوا ياكلوا العشب الاخضر واليابس؟ يعني في تلاقي لما يكون في كل تلاقي الفريق كله انتفض. فيعني انت هذا المنتخب اللي شفناه منتخب رقيق جدا، منتخب كان اشبه بالمنتخب المصري، الموجود منه كان فقط هو القميص والمنتخب المصري فقط. اما اللاعبين بالذات المحترفين حقيقه نستثني تريزيجيه كلهم ما قدموا الاضافه المرجوه. فبالتالي عمليه ايضا كمان انت لما تحترف في اوروبا وترجع على افريقيا هيختلف عندك المناخ والطقس والارضيه. فبالتالي اللاعب تعود يعني سامحوني في الكلمه عن نظافه، فيرجع على افريقيا احكي لك عن الانصاب ممكن انا ما ارجعش على الفريق اللي انا كنت فيه، ممكن انه اتعثر في مسيرتي. فبالتالي صارخات يلعب بالشوك وبالسكين، ما يفوت مقاتل، ما يفوت بالالتحامات، فصار يفكر بنفسه ما يفكر في شعار بلده. انا منه علي قلت في اكثر من مناسبه لابد ان يعتمد الاتحاد المصري على اللاعب المحلي اكثر من اللاعب المحترف، لانه المصري عنده غيره لحب البلد ونقدم كل ما لديه الغالي والنفيس من اجل سعاده الجماهير. والله هي اكيد، حتى اكيد اللاعب المحترف استاذ امجد برضو عنده النوع ده من الوطنيه لا شك فيه، يعني مش هنشكك في الحته دي. بس هي القصه كلها زي ما حضرتك قلت، عجبتني الجمله قوي، انا ما بقاش فارق معايا، بقيت اشوف اللاعب يعني بيلعب ما بيلعبش، مادي مش مادي، جيد، كله محصل بعضه. دي نقطه ما شفتهاش بس في المنتخب المصري، هي انا شفتها في منتخبات عربيه كتيره جدا، حتى تحس المنتخب المغربي بعض اللاعبين عنده هذه الثقة العالية اللي هو مش مهم، يعني وكأن هذه البطولة التي تمثل العرب وأفريقيا مش مهمة، احنا دلوقتي وصلنا المستوى العالمي فعادي. يعني دي أنا لمستها والكثير لمسها الحقيقة. طيب في مقابل بقى أفول نجم المنتخبات العربية في أمم أفريقيا أستاذ أمجد، وكلنا طبعا شهدنا في الفترة الأخيرة خروج تقريبا كل المنتخبات العربية وآخرها المنتخب المغربي، لكن في المقابل وعلى مستوى كاس اسيا لا الوضع عربيا مختلف كتير، وكان في كتير من المفاجآت الحلوه بقى، يعني المفاجآت الخاصه بالمنتخبات العربيه في امم افريقيا كانت كلها تعيسه الحقيقه بنتيجه يعني بدليل خروج الكل، لكن على مستوى امم اسيا الوضع مختلف تماما، وكان في مفاجآت مدويه لا سيما المتعلقه بالمنتخب الاردني، منتخب فلسطين، يعني كان العرب حاضرين بقوه. ففي رايك كده تحليلك لمشاركه المنتخبات العربيه في النسخه دي من امم اسيا كيف رايته؟ كريم اول شيء بس للموضوع اللي كنا نتحدث فيه، انا ضربت مثلا على المنتخب المصري قناه مصريه، ثاني شيء انتم قريبين جدا لقلوبنا. الامر الثالث انه جميع اللاعبين الكبار زياد محرز ومحمد صلاح على راسهم كلياتهم خذلونا احنا العرب، ما خذلوا بس منتخبات بلادنا، نحكيها بكل صدق وامان. فبالتالي عرب افريقيا ما حضروا نفسهم بشكل جيد واستهانوا ولم يحترموا الخصوم، يعني انت بتشوف راس الاخضر، بتشوف الموزمبيق، بتشوف المنتخبات اللي صحيح بتصدر مجموعتها وبتفوز وبتصل لادوار متقدمه ما كنا نسمع فيها، اختلفت خارطه الطريق جميعها في افريقيا. صحيح. نتحدث عن اسيا، منتخبات اسيا، انت تتحدث عن الدور نصف النهائي،
المنتخب القطري والمنتخب الاردني. المنتخب القطري حامل اللقب والمدافع عن لقبه. المنتخب الاردني المدافع عن حق الشارع الرياضي الاردني اللي صار له سنوات طوال وطوال جدا وهو باحث عن الفرحه. فيعني احنا قبل هذه البطوله معنا اكثر من مره صرحنا انه اقل من الاربعه الكبار لن نقبل. وهددنا تهديد للاتحاد وغيره باننا لا نريد اقل من الاربعه الكبار، فكان التحدي كبير. والكابتن حسين عموته وعد واوفى. بالرغم عن البدايه يعني كان هناك 9 مباريات قبل بطوله امم اسيا. التسع مباريات 6 هزائم للمنتخب الوطني الاردني وتعادلين وفوز وحيد فقط لا غير. فحتى اخر مباراه كانت مع المنتخب الياباني خسرنا ب6 اهداف. والمنتخب الياباني الكل كان مرشح هو فوق العاده انه يكون هو حامل اللقب. لعب 10 مباريات، انتصر فيها على تركيا، انتصر على المانيا، انتصر على تونس، انتصر على كل منتخبات كبيره من كل خلينا نحكي القارات. فكانت المباراه صدمه كبيره للشارع الرياضي الاردني، في خوف من الدخول في هذه البطوله من ان تكون النتائج كارثيه. لكن النتائج سبحان الله جاءت غير ذلك وبصوره ايجابيه جدا. استطعنا حقيقه من الوصول المربع يعني خلينا نحكي السيمي فاينل الاربعه الكبار. الجميع ما حدا رشح المنتخب الوطني الاردني يوصل لهذا الدور، لكن بالعزيمه بالاصرار بالقوه. صحيح يعني صحيح. اللاعب الاردني امن بقدراتي. يعني الكابتن حسين عموته في اكثر من تصريح ماذا قال؟ قال انا بلعب حسب امكانيات اللاعب الاردني. انا ما عندي فنيات غير انا، هو فعليا عندي يزن عماد وعلي علوان وموسى التعمري محترفين الثلاث، هم اللي بعول عليهم في المنطقه الاماميه وبعول عليهم كمحترفين بمعنى الكلمه. لكن اللاعب الاردني مش محترف، هو لاعب هاوي. احنا الدوري الاردني عندنا دوري اردني للمحترفين، لكن هو فعليا دوري اردني للهاويين، لاننا لا نطبق الشروط الرئيسيه والسليمه لموضوع الاحتراف. رائع. فبالتالي عندنا عامل اللياقه البدنيه. تفضل. لا لا احنا بنسمع حضرتك. انا بتفق معاك بصراحه في كلامك، وهنرجع نقول تاني احنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه في اي بطوله. يعني لان زي ما حضرتك قلت استاذ امجد، وعجبتني بصراحه الجمله دي، انت قلت احنا هنتكلم عن المحترفين المصريين خذلونا كعرب. الحقيقه دي جمله يعني انا اتفق معاك فيها، لان مش بس عشاق ومش بس محبي محمد صلاح من المصريين ولا تريزيجيه ولا مرموش ولا غيره، لا العرب. ولما بتيجي مصر تلعب قد ايه بيبقى فيه فعلا عرب بيشجعوا مصر، والعكس صحيح وشفناها في كاس العالم وغيره. وبما ان مصر الكبيره في هذه البطوله، وانا بتكلم الكبيره كمان وفقا للارقام وعدد البطولات، فطبيعي تكون في منتخبات عربيه بتشجعها لو المنتخب بتاعها مش مشارك او ان هو ما تأهلش. ف يعني جمله هي حلوه وجمله تزعل في نفس الوقت، ان انا هتفق معاك على كل حال. احنا مشكوره جدا في البدايه طبعا الاستاذ امجد القيسي الناقد الرياضي العزيز من الدوحه.